قصة ترويها من عاشت أحداثها، تقول: هي امرأة متزوجة وعندها ولدان، تقول: كانت السعادة تخيم على منزلنا، وفجأة بدأت المشاكل في هذا البيت، بدأ الزوج دائما غاضب، تقول: ما نراه يضحك، الأبناء دائما في مشاكل، الزوجة دائما في غضب، البيت كأن نارا قد أحاطت به من كل جهة، حتى قارب الأمر على الطلاق. تقول: فجاءتها امرأة ناصحة أسأل الله أن يجزيها خير الجزاء، فقالت: أين أنت عن سورة البقرة؟ فقالت: سورة البقرة ما خطر الأمر على بالي. قالت: اقرأي سورة البقرة. تقول: فأخذت أقرأ سورة البقرة، وزوجي يعني أوصيته أن يقرأ سورة البقرة، وأمرت أبنائي أن يقرأوا سورة البقرة، ووضعنا شريطا في المسجل فيه سورة البقرة، أصبح البيت كله يردد سورة البقرة. يوم تلو يوم تلو يوم بدأت المشاكل تخف وتنتهي من البيت، إلى أن انتهى الأمر، إلى أن عاد الأمر كما هو عليه. تقول: وعاد زوجي ذاك الضاحك الذي كنت أعرفه، وعادوا أبنائي أولئك الأبناء الطيبين الذين أعرفهم. تقول: وفي يوم من الأيام جاء زوجي وأكلنا طعام الغداء، ثم دخل لينام قبل صلاة العصر، ودخلت لأنام. تقول: فلما نمت رأيت رؤيا عجيبة. ما هي هذه الرؤيا؟ تقول: رأيت كأن امرأة هي أسوأ وأقدر وأبشع امرأة رأيتها في حياتي. تقول: ما رأيت أقدر ولا أبشع من هذه الصورة، ومعها أطفال على شاكلتها. هذه المرأة تقول: رأيتها داخل بيتي تريد أن تخرج من بيتي. فقلت: من أنت؟ قالت: نحن من أهل الأرض، نحن من الجن، أردنا مجاورتك في بيتك، ولكنك طردتينا بسورة البقرة، حسبي الله عليك، طردتينا بسورة البقرة. تقول: وأخذت تردد هذا الكلام، فلما استيقظت الأم وإذا الأبناء يذاكرون، والزوج نائم، والسكينة ترفرف على البيت، وكأن الملائكة تحف بهم: لا إله إلا الله، ماذا يقول ربنا؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.